فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تزوجت ولم أصنع وليمة، فهل علي إثم في ذلك؟ لا، ما تارك سنة، الوليمة سنة، من لم يعمل وليمة قد ترك سنة لا إثم عليه، لكن لو فعلها يكون له أجر. نعم، أولم ولو بشاة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من إعلان النكاح، هذا من إعلان النكاح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.